بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير دايما وعلى أفضل حال. أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لعالم وأسرار اليوتيوب والربح من النت. أنا معاكم المهندس مهني سليمان. لو أنت مهتم بالمحتوى اللي إحنا بنقدمه اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يصل ليك فيديوهاتنا. أنا النهاردة الفيديو ده بعلق على الفيديو كنا عاملينه اسمه ثغرة أو كيف تحصل على 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة لقناتك في 3 دقائق بدون تبادل اشتراكات، وشرطة كده 1500 دولار في 3 دقائق. الفيديو ده يا جماعة احنا لما اتكلمنا فيه، الفيديو ده محقق مشاهدة لغاية دلوقتي 78000 مشاهدة لغاية اللحظة اللي انا هرفع فيها الفيديو ده وفي زيادة. والفيديو كان ماشي بشكل اسرع، يعني الفيديو كان ماشي بشكل اسرع، يعني كان ممكن الفيديو ده وصل اكتر من كده، كان وصل ممكن ل 100000 مشاهدة، لكن حصلت مشكلة هقول لكم عليها علشان ارد على الناس اللي بتعلق على الفيديو ومزعلاني جدا. انا اولا على قناه العلم والتكنولوجيا انا ما بقولش حاجه الا اذا جربناها وحاجه واثقين منها. اللي حصل يا جماعه ان في قنوات بتعمل بث مباشر لمباريات كره القدم، واحنا شرحنا ازاي تعمل الكلام ده لكن انا مش بنصح بيه. لان ده مخالف لحقوق الطبع والنشر، وبنسبه كبيره جدا هيجي لك انذار لقناتك. تمام كده؟ لكن احنا شرحنا في اكثر من قناه، قنوات طبخ وقنوات تقنيه وقنوات اصلا يعني مش متخصصه خالص في الرياضه، تمام كده، وعملوا بث مباشر لمباراه كره القدم، وبعدين بعد الساعه ونص ما انتهت كان مجهز فيديو عنده، راح جاي عامله ايه، حطه في نهايه الفيديو قبل ما يرفع يعني الفيديو يعني لسه قبل ما ينهي البث المباشر. وبعد كده طبعا ارسل الفيديو للمراجعه، وطبعا طالما ان الفيديو البث المباشر اكتمل معاه لغايه الاخر، وبالتالي طبعا خلاص هو طالما مشي معاه لغايه الاخر فالفيديو اتقبل في المراجعه، وراح جاي مغير العنوان وعامل قص. واحنا كل ده احنا شارحينه عندنا على القناه ازاي انك تقص جزء من الفيديو بعد رفعه على القناه. واحد يقول لي ازاي ان انت تقص جزء من الفيديو، ما نقدرش تقص جزء من الفيديو الا اذا تم عمل معالجه كامله ليه ومراجعه واتقبل خلاص. فبيبدا ايه عمل قص للساعه ونص بتوع المباراه، وساب بس شويه اللي هم في الاخرى الدقيقتين او الثلاث دقائق اللي هو بيتكلم فيهم. فطبعا اثناء البث المباشر جاله مشاهدات عاليه جدا، يعني في واحد كان جاي له مشاهده مليون وشويه، مليون ونص تقريبا، واحد تاني جاله مشاهده عاليه جدا. فالقناتين دول شرحنا ووضحنا في الفيديو بالصوت والصوره، تمام، القناه دي عملت ايه والقناه دي عملت ايه. في قناه كانت شرحها برنامج، وقناه تانية كان بيتكلم عن حاجه بيقول انتظروا كذا وكان بيتكلم عنها. المهم لما رفعنا الموضوع ده يا جماعه والفيديو انتشر، والفيديو كان الصوره المصغره اللي عليه ثغره خطيره في اليوتيوب، واتكلمنا، احنا بنتكلم من باب ان احنا نعرف الناس ايه اللي بيحصل، لان القناتين دول في اليوم ده كانوا ترند. على اليوتيوب، قناتين كانوا ترند، وكان في قناه ثانيه اللي هي كمان بتاعه محسن سعد اللي هو بيقلد، وكان طبعا في الفيديو ده كان بيقلد صوت الرئيس وكان بيطلب اوردر بصوت الرئيس السيسي. فطبعا محسن سعد ان هو يكون ترند ده شيء نورمال جدا او شيء طبيعي جدا، لان هو راجل عنده متابعين كتير، وطبعا عمل حاجه ما حدش عملها قبل كده ان هو يقلد صوت الرئيس او حاجه زي كده، فطبعا دخل الترند او ركب الترند. القناتين التانيين دول ما قدموش اي حاجه عشان يكونوا الترند، هو الفيوز اللي هو او المشاهده اللي جات له كلهم اللي جات للقناتين دول كانت من المباراه. طبعا بيحطوا سيو كويس ان هم علشان يظهر في البحث، وكانت مباراه قويه فالناس دخلت طبعا فجاله مشاهده كتير، وبالتالي بدا ان اليوتيوب يقترح البث المباشر بتاعه اثناء المشاهده، وهم ليهم طرق بيعملوها وبيستخدموا برامج واشياء علشان يهربوا من حقوق الطبع والنشر. واحنا شارحين الكلام ده ازاي تعمل بث مباشر للمباراه او لاي حاجه بالموبايل وبالكمبيوتر، وشارحينه عندنا على القناه ببرنامج اسمه او بي اس ستوديو، وشارحينه كويس عندنا. المهم احد القناتين دول، قناه منهم، رفعوا شكوى لليوتيوب ان احنا انتهكنا خصوصيتهم، لان احنا طبعا حطينا رافعين طبعا ايه من ضمن الفيديو، بقول طبعا في الفيديو انا بتكلم كده في الفيديو بقول، والفيديو قدامكم دلوقتي هتشوفوه اهوت، ان انا بقول يلا ندخل نشوف مع بعض القناه دي عملت ايه وبيتكلم بيقول ايه، واروح جاي انا معتم الشاشه، عامل تعتيم على الشاشه. هل بالله عليكم يعني انا هعمل كده مثلا؟ يعني هل بالله عليكم انا مثلا يعني ساذج ان انا يعني اقول مثلا يلا يا جماعه بصوا على الشاشه واروح عامل تعتيم على الشاشه؟ بضحك على الناس مثلا؟ طب لو كان كده من الاول، لو انا رافع الفيديو اول ما رفعته كان كده بالعقل، كان الفيديو جاب المشاهده دي كلها، كان جاب 78000 مشاهده، وكان جاب اللايك ده كله جايب 5000 لايك. الفيديو بدا يجيب ديسلايك بعد ما عملنا تعتيم، الناس بدات تخش فعلا تشوف، لا تحس فعلا ان الفيديو كانك انت بتضحك علينا. لكن يا جماعه الفيديو لما اترفع ونظرا لقوه الفيديو والمحتوى بتاعه، ثلاث قنوات على اليوتيوب اخذوا الفيديو كاملا بنسبه 100%
رفعوا على قنواتهم بنسبة 100%، حتى ما شالوش اللوجو، حتى بالعنوان بتاع الفيديو. وانا جالي من اليوتيوب ان القنوات دي ثلاث قنوات يعني استخدموا الفيديو، لان انا عامل حقوق طبعا نشر على فيديوهاتي، فطبعا قال لك ان استخدموا الفيديو بنسبة 100%. ولو انا عايز ان انا اعمل لهم انذار او ان انا ازيل الفيديو ده من اليوتيوب يشيله، ادي الاوكي لليوتيوب يشيله، بس طبعا انا مش عايز اضر حد. المهم فقناه من القناتين دول راح جاي عامل اقدم شكوى في اليوتيوب ان ده انتهاك خصوصيه وكذا وكذا. فجالي رساله من اليوتيوب، جالي رساله من اليوتيوب، اقرا لكم الرساله علشان خاطر اللي بيكتب تعليق بعد كده ما ايه ما يتهمش حد هو مش فاهم حاجه. يا جماعه انك تتهم شخص، انك تتهم شخص ده شيء مش كويس جدا. يعني اشوف التعليقات على الفيديو ازعل جدا جدا، يعني اقرا لكم الرساله بتاعت اليوتيوب وبعد كده نعلق عليها. هقرا معاكم الرساله يا جماعه اللي هي اليوتيوب ارسلها لنا نتيجه ان الشخص ده، وطبعا ليه كل الاحترام طبعا، انا والله ما كنت اقصد ان انا يعني اقلل منه، ولا ان انا مثلا يعني انوي اي شيء، يعني انا مش يعني انا بشرح للناس بس ان القناه دي اتعملت كده. وانا الفيديو اللي انا عرضته اصلا هو فيديو عرضه على القناه، يعني دي الفيديو اللي هو سابه بعد انتهاء المباراه اللي هو الشخص اللي كان ترند ده. فهو ليه كل الاحترام، انا ما مش مثلا حاجه، انا مش ضد ولا اعرفه شخصيا، انا ما اعرفوش شخصيا، لكن طبعا هو حط الموضوع في دماغه، وطبعا بدا يكتب لنا تعليقات واشياء زي كده، وانا طبعا ولا غلطت فيه ولا اي شيء، وليه مننا كل الاحترام طبعا، واحنا والله بنحترم كل الناس، يعني بنحترم كل الناس. احنا بس بنشرح الطريقه، ما بكلمش لشخصك انت، انا ما بكلمش لشخصك. الام الرساله اللي جات لنا يا جماعه، مرحبا العلم والتكنولوجيا، هذه الرساله الاعلاميه لاعلامك بان شخصا ارسل الينا شكوى متعلقه بالخصوصيه بشان المحتوى التابع لك، وحاطط طبعا ليا رابط الايه الفيديو اللي هو ثغره خطيره في اليوتيوب اللي هو الايه كيف تحقق اللي انا قلت لكم عليه. توجد المعلومات التي تم الابلاغ عليها بانها تنتهك الخصوصيه، تمام كده. بعدين هنا بس عشان اقرب، بس اقرب اللابتوب عشان اعرف اقرا. نود ان نمنحك الفرصه لازاله المعلومات الخاصه ضمن المحتوى الذي تم الابلاغ عنه او تعديلها، تمام كده، بعد مرور 48 ساعه على تلقي هذا الاشعار. يعني انا بعد ما انا استلمت الرساله ديت، بعد 48 ساعه سيتم مراجعه الفيديو، سنراجع الشكوى للتحقق من مخالفات محتمله لارشادات الخصوصيه، ونقرر ما اذا كان يجب تقييد المحتوى. ملاحظه، ليس عليك ازاله المحتوى بالكامل لحل المشكله، ويقدم اليوتيوب اداه تعتيم مخصصه تتيح لك تعتيم اي عنصر على الفيديو، ونبقى نشرحها بعد كده ان شاء الله في فيديو موضوع التعتيم ده مهم جدا، بما في ذلك الاشخاص او المعلومات. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ميزه التعتيم يرجى الانتقال الى كذا. قد تحدث المخالفات ايضا في العنوان او الوصف او علامات الفيديو، لذلك يقدم يوتيوب ادوات التعديل البيانات الوصفيه يمكنك الوصول اليها من خلال الانتقال الى الفيديوهات وكذا وكذا. نحن نلتزم بحمايه المستخدمين، ودائما ونأمل أن يستوعب منشئ المحتوى أهمية احترام خصوصية الآخرين، وعند تحميل فيديوهات في المستقبل يرجى تذكر عدم نشر معلومات شخصية تابعة لمستخدم آخر بدون موافقة. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إرشادات الخصوصية. ده يا جماعة الرسالة اللي جات لنا من اليوتيوب. أنا قمت الصبح بصراحة لقيت الرسالة دي جاية لي، تمام كده؟ في يوم كام؟ في يوم الرسالة دي جات لي بالظبط يا جماعة عشان تكونوا عارفين، في يوم 6/12/2020. في يوم 6/12/2020، تمام كده تقريبا اهو، ايوه تمام كده، الساعه 7 و45 دقيقه او 44 دقيقه مساء، واضح قدامكم على الشاشه عشان ما حدش يقول ان احنا بنقول كلام في الفاضي. رحت انا رديت عليهم، قلت لهم فريق دعم يوتيوب بعد التحيه تم عمل تعتيم وكتم الصوت مثل ما طلبتم، نحن نحترم خصوصيه الاخرين، تحياتي لكم. في الكلام ده كان في يوم الاحد 6 ديسمبر تقريبا، تمام كده. فبعت الرساله دي لدعم اليوتيوب اهوت، تمام كده، و انتظرت طبعا بعدها، المفروض بعد 48 ساعه اليوتيوب يبدا يراجع الايه، يراجع الفيديو تاني مره يشوف ان احنا عملنا اللي هو طلبه مننا ولا لا. فطبعا اليوتيوب راح رد علينا اهوت، اوريكم الرد بتاعه. قال لك مرحبا، لقد راجعنا الشكوى وتبين لنا ان شروط الازاله لا تنطبق على المحتوى المعني، وذلك بالاستناد الى ارشادات الخصوصيه التي يمكن الاطلاع عليها في كذا، ان المحتوى لا ينتهك سياستنا وبالتالي سيبقى معروضا على الموقع، شكرا لاستخدامك يوتيوب. لمزيد من المعلومات حول ازاله ايه المحتوى التي نتبعها يرجى مشاهده الفيديو كذا، مع فائق الاحتراق التقدير. واضح قدامكم الرساله يا جماعه اهيت. فريق الدعم المعني
بالشؤون القانونية في اليوتيوب. فطبعا ده اللي احنا عملناه. رحت عملت يا جماعة تعتيم، عملت تعتيم للجزء اللي هو يعني ظهرت فيه صورة الشخص المحترم ده، وكمان لما جيت اذكر اسمه بقول يا جماعة القناة اسمها كذا ومعروضة على الشاشة طبعا على الفيديو. رحت عامل ايه؟ رحت عامل كتم للصوت ومدخل اي موسيقى اي حاجة كده من الصوتيات اللي هي موجودة في اليوتيوب. فانا التعديل ده اللي انا عملته انا مش غصب عني. فالناس بتيجي تكتب تحت التعليقات تقول ايه، تقول لك يلا يا جماعه نشوف الفيديو، وبيضحك علينا، مفيش حاجه اصلا عرضها. يا جماعه كل مباراه شاهده تلاقي فيه قنوات تقنيه وقنوات غير متخصصه في الرياضه، هتلاقي بتعمل بث مباشر للمباريات. شوف كده، وفي قنوات في فيديوهات احيانا بتتوقف اثناء البث نظرا لانتهاك حقوق الطبع والنشر. صح كده ولا انا كلامي غلط؟ احنا نفسنا اي مباراه بنشوفها على النت بالشكل ده كده بنشاهدها. انا عمري ما عملت بث مباشر للمباراه ولا هعمل بث مباشر للمباراه ان شاء الله. تمام كده؟ واقدر اعمله، اقدر اعمله كويس جدا الحمد لله يعني. لكن انا طبعا ده ممكن يكون في حرمانيه، في خطوره على القناه لان انت كده بتاخد حق مش حقك. فطبعا انا مش هعمل حاجه زي دي، بس طبعا الناس بتطلب مني ازاي نعمل بث مباشر. فالطريقه اللي انا بشرحها ازاي تعمل بث مباشر لمباراه او لاي حاجه، تقدر تستخدمها لاشياء كتير زي الموبايل اللي انت بتستخدمه في ايدك ده، تقدر تستخدمه في الحلال وفي الحرام. فانت براحتك تعمل ايه، انا بشرح التكنولوجيا الموجوده واي حاجه موجوده جديده او الناس طالبه مني حاجه انا بشرحها. لكن انت بقى ترجع لشيخ حلال ولا حرام، انت تراجع نفسك تشوف وتشوف ده هل ده مثلا اعمله، هل في خطوره؟ انا بقول لك ان في خطوره، هل اعمله ولا لا؟ لو نجحت معايا الطريقه هكسب. طبعا انا قلت في الفيديو ان انت لو تقدر تحقق شروط اليوتيوب في فيديو واحد بث مباراه واحد، دي حقيقه ولا لا؟ يعني انت في ناس طبعا قالوا ان انت لما تشيل المباراه من الـ من الـ من البث المباشر لما تقصها كده يتبقى بس الدقيقتين ثلاثه اللي انت ضفتهم في الفيديو. فطبعا ده هيزيد معاك الساعات. وفي ناس قالوا على فكره، انا في واحد كلمني شخصيا قال ان انا كنت عامل بث مباشر لمباراه ولما شلت الجزء بتاع المباراه الساعات ما راحتش من عندي. ده عن تجربه انا ما جربتش. تمام كده؟ وبيغير العنوان طبعا، يكتب العنوان بتاعه بقى الجديد وكل حاجه عادي. والعنوان طبعا تقدر تغيره اصلا بدون ما انت تنتظر المراجعه او المعالجه لتاني يوم، لا ده انت في وقتها على طول تقدر تغير العنوان مفيش مشكله. بس الصوره المصغره والشات النهايه والكروت والحاجات دي كلها ما تقدرش تعملها الا اذا انت الفيديو اتقبل معاك. خلاص تمام يا جماعه؟ فانا بس بحب اوضح الكلام ده بعد اذنكم. الناس اللي بتكتب تعليقات مش كويسه، لان انا ممكن اعمل اخفاء لتعليقاتك، بس انا بحاول ان ارد عليك علشان افهم اللي جاي بعد منك وعشان افهمك حاجه. في ناس بترجع بعد كده تعتذر وتقول لي انا اسف واحنا ما كناش نقصد، بس يعني احنا لقينا الفيديو كده فاحنا معلش احنا ايه فكرنا حاجه غلط. لان انت ما اقول لك مثلا ايه، خليكم معانا يا جماعه شوف الفيديو واعمل كده، وتبص تلاقي ايه شاشه سودة او عامل تعتيم على الشاشه. هل انا يعني انا من اول ما بدات يا جماعه اليوتيوب وانا يعني صادق معاكم في كل كلمه بقولها. اي معلومه كويسه اي حاجه تفيد قنواتكم بقول لكم عليها بعرفها لكم. اي سر من اسرار اليوتيوب انا نفسي بعرفه بعرفه لكم على طول. اي حاجه انا بطبقها على قناتي انا شخصيا بقول لكم عليها. اي حاجه انا بطبقها على قناتي بقول لكم حاجه تضركم. فانا حبيت اوضح الكلام ده يا جماعه علشان ما نعيدش الكلام ده تاني. ارجو ان انت حاول في حياتك ان انت ما تتهمش حد الا اذا فعلا اساله، ادخل كلمني قول لي انت عملت كتم للصوت ليه؟ هقول لك كلمني خاص على الفيسبوك مثلا على الماسنجر. انا مش هديك طبعا الفيديو الاساسي لان انا طالما ان انا عملت حاجه زي ديت وانا احترمت الشخص اللي قدم الشكوى انا مش هديك الفيديو علشان ينتشر تاني مره بالشكل اللي كان في الاول. لا انا دلوقتي احترمته وانا خلاص انا قلت اليوتيوب ان انا خلاص عملت تعتيم فانا مش هرجع في كلامي تاني. ولا طبعا ان انا كمان هعمل صورته طالما الشخص ده متضايق فليه كل الاحترام، واخ عزيز فليه كل الاحترام طبعا. ليه كل الاحترام، هو بصراحه يعني راجل محترم والقناتين يعني واحد منهم اللي انا اعرفه اللي هو كلمني يعني او كتب لي هو ليه كل الاحترام يعني اخ عزيز يعني وزميل على اليوتيوب. تمام يا جماعه كده؟ فانت اول ما تتهمش حد الا اذا اتاكدت. عايز ان انت مثلا ايه بتقول لي مثلا يا باشمهندس انت ضحكت علينا او انت خليتنا نشاهد الفيديو عشان تجيب مشاهده. يا عم مشاهدتي بس، وتعالى يا عم كلمني خاص على الماسنجر. الفيسبوك موجود في لمحه، اكتب لي خاص بدل ما تكتب تعليق مش كويس مش لائق على القناه. كلمني خاص وقول لي الفيديو ده عندك فين هو، اروح جاي مشغل لك الموبايل الثاني واوريك على الكاميرا اقول لك ده الفيديو شغال واوريك الفيديو الاساسي. ما اقدرش ابعته لك لان انت هينتشر ثاني مره مش كويس يعني انا كده مش قد كلامي. خلاص يا جماعه بتمنى لكم الخير والسعاده يا رب دايما. وقلت اوضح الكلام ده لان يعني انا زعلت جدا من التعليقات اللي بتيجي. اتمنى لكم التوفيق والسعاده يا رب، وبتمنى لكم الخير جميعا وكل عام وانتم بخير. اشكركم وانتظروا مننا ان شاء الله فيديوهات قيمه جدا الفتره القادمه ديت باذن الله. ولو انت مهتم بالربح من اليوتيوب ومن النت وكل ما يخص عالم التكنولوجيا واليوتيوب وكل الاشياء دي كلها،
اعمل جوله في القناه كده عندنا، هتلاقي فيه محتوى قيم جدا، هتلاقي كل حاجه بتفكر فيها ان ازاي تجيب الساعات، ازاي ان انت تزود المشتركين اللي هو سي اليوتيوب 2021، اشياء كتيره جدا. ابحث في القناه تلاقي كل اللي انت عايزه، واشترك فيها لو انت مهتم بالمحتوى ده. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.